السلام عليكم ورحمة الله رمضان 2022 بعد أيام هل سيكون شهرًا تقليديًا بلا أحداث؟ أم أنه سيكون شهر غير عادي؟ أحداث النهاية هل ستبدأ أحداث النهاية وتكتب أول الفصول في شهر رمضان؟ هل ستكون أرض الحجاز بعد أيام بداية مسرح جديد للأحداث ؟ الجميع بيعلق الأماني ووصلت ذروة هذه الأماني أن الكثير حتى بعض القنوات بتتكلم أن ظهور الإمام المهدي سيكون في شهر رمضان بعد أيام قليلة ، إحنا حسمنا هذه القضية منذ فترة وأكدنا أن المهدي لن يظهر في رمضان القادم اللي بعد أيام بعد استعراض الأدلة الشرعية والعلامات التي تسبق ظهور الإمام المهدي فالمهدي لن يظهر في رمضان القادم هناك علامات لم تحدث بعد مرتبطة بظهور الإمام ولم تحدث هذه العلامات إلى الآن إذن لن يظهر المهدي في هذه الأيام يبقى لا تلتفت إلى من يقول هذا الكلام واحنا أكدنا ورددنا كتير والغريب ان في ناس بتطلع بتقول ان احنا قلنا ان المهدي سيظهر في رمضان ورجعت لي في كلامك قل هاتوا برهانكم ادينا كلام ليا تكلمت وقلت ان الامام المهدي سيظهر في رمضان لم يحدث هذا الامر بل ازعم انني من اول من قال ان المهدي لن يظهر في رمضان من شهور يعني من ثلاث شهور عملت حلقة وتكلمت فيها عن ظهور المهدي صعب يكون في شهر رمضان لأن العلامات لسه ما حصلتش المرتبطة بظهور الإمام دعونا من هذا الأمر الأحداث المتوقعة لظهور مقدمات ظهور الإمام المهدي هل ستكون في شهر رمضان؟ طبعا بدأ الأفواج للناس اللي رايحة العمرة بتاعة رمضان بدأت تذهب ويكاد الأمر يكون يعني إيه على على أكمل وجه وهنلاقي أعداد كثيرة جدا لم نشهد هنشوف مشاهد لم نشاهدها منذ أكثر من إيه من ثلاثة سنوات عمرة كاملة بأعداد وبط... وبكل الطاقة بتاعة العمرة ناس من اللي وصلت الآن العمرة تواصلت معهم وقالوا لي إن الإجراءات الأمنية غير مسبوقة حتى قال لي هذا الرجل بالنص أنا بآلي سنين بعمل عمرة من ما قبل كورونا لم أرى في حياتي تشديدات أمنية وإجراءات أمنية كما في مثل هذه المره. هذه التجديدات الامنيه تدفعنا الى تساؤل، ايه السر في القبضه الامنيه الكبيره جدا؟ ايه اللي هم خايفين منه؟ هل يخشون ظهور الامام المهدي في هذه السنه؟ استبعد. هم تابعين متابعين الاحداث وعندهم ناس علماء ودعاه تبع الاجهزه الاستخباراتيه بيحللوا لهم الامور جيدا اكتر من كتير من الناس اللي بيتكلموا على قنوات اخر الزمان. اذا يبقى السؤال ما الذي يخوفهم؟ ايه اللي مخوفهم؟ ايه اللي مخلي القبضه الامنيه غير مسبوقه هذه المره؟ الجواب هل هم يخشون؟ ظهور شخصية ممهدة للإمام المهدي مثلا يعني هل هم خايفين من ظهور العلماء السبعة في هذا التوقيت لاحظ معي حديث العلماء السبعة أنهم يخرجون من أفق شتى على غير ميعاد ده الكلام إمتى قبل ظهور أو قبل مطاردة الامام المهدي لكي يقنعوه بالبيعه ولكن هل ما يمنع في هذا الحديث هل هناك شيء يمنع ان يكون العلماء السبعه لهم تمهيدات فيما قبل هذه المرحله هل ما يمنع ذلك ما فيش حاجه تمنع ان يخرج العلماء السبعه لكي يعني ايه يتتبعوا الامر ويشوفوا الاجواء على الطبيعه وهم في زيارة المسجد النبوي بالمرة يسألوا أهل المدينة عن أخبار ذلك الرجل قبل الذهاب الأخير اللي ذكر في هذا الحديث أو في هذه الرواية هل هناك ما يمنع ذلك ده احتمال قائم ظهور العلماء السبعة بس هيظهروا المين للعامة لا ركز معايا لن يظهر العلماء السبعة إذا ظهروا في رمضان لعامة الناس ومش هيتعرفوا على بعض ده كل واحد شغال في الاتجاه بتاعه هم هيلتقوا في النهاية قبيل بيعة الإمام المهدي ولكن التحضيرات كل واحد بيجتهد وخارج في المكان اللي هو الدولة اللي هو خارج منها علشان يشوف الأجواء على الطبيعة بيقول ايه اهل المدينة عن الموضوع بتاع المهدي؟ هل تعرف حد على الإمام المهدي ولا لسه محدش عارف الإمام المهدي؟ أنا بقربك من الأجواء اللي ممكن تحصل في شهر رمضان ويبدأ الشهر ويخلص ومحدش يحس ويشعر بما حدث من تحضيرات. هل الخوف وسر تشديد الإجراءات كما نقل لي أحد المعتمرين فور وصوله الخوف من حدوث اضطرابات او تشديدات او اسف تفجيرات مثلا. في روايات اتكلمت في اخر الزمان ان اضطرابات هتحصل في هذا المكان ولكن هذه الاضطرابات التي ذكرت في الروايات مرتبطه ببدء الاقتتال ما بين الثلاثة أمراء، فهل هم يستبقون الأحداث خوفا من نشوب مثل هذه الاضطرابات على أرض الحجاز في ذلك التوقيت؟ وأنت عارف أن الزحام والأعداد الكبيرة يسهل فيها الأعمال التخريبية، كاميرات منتشرة في الحرم المكي والمدني بطريقة غير مسبوقة. يعني لو, رف... لو بصيت يمين شمال وعملت حركه غير معتاده هيجيبوك أرسل لي أحد الأخوه يعني رؤيا بيقول انه هو شاف ان برج الساعه سينهار في رمضان انهيار برج الساعه في رمضان وان ده هيبقى علامه وايزان بظهور الإمام المهدي هكذا رأى هذا الأخ الكريم ولكن دعونا نقول أيها الأحباب دائما ونؤكد الرؤية لا يبنى عليها حكم شرعي الرؤية يستأنس بها لعل هذا يكون من كثرة ده اللي أنا قلته له من كثرة تفكيرك في الموضوع وأن ألا يعد هذا الأمر إلا أن يكون حديث نفس أو أمنية من الأمنيات عقلك الباطن عايز الأحداث تبقى سريعة فأنت نمت وشفت الرؤية أو شفت الحلم اللي انت شفته دوت ولا يعدو أن يكون سوى حديث نفس السعود يعلمون جيدا أن العقدة إذا انفرت لن يستطيع أحد أن يقاوم تصارع الأحداث إحنا كلنا شايفين التهديدات بتاعة الحوثيين وده برضو سيناريو من السيناريوهات المتوقع. إن ممكن تحدث في رمضان ممكن الحوثيين يتجننوا ويضربوا أماكن مقدسة أو مثلا يستهدف برج الساعة مثلا أو يستهدف أماكن في السعودية في أثناء العمرة، طيب نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أن يحمي المعتمرين وأن يحفظهم وأن يعودوا سالمين ولكن كل دي إحتمالات خاصه ان الحوثيين بداوا يتجرؤوا بشده ويضربوا اماكن حيويه في المملكه السعوديه والسعوديه تنتظر المدد من امريكا وامريكا زعلانه وغضبان عليها ومحدش هيساعد السعوديه الجيوش العربيه محدش ابدا اي استعداد ان هو يذهب ويدخل في هذه المعركة ولذلك زي ما بنقول السعودية ما بين شقي الرحى وضعها وضع حرج جدا والامور بتشتد عليها ولعل فتح العمرة هو محاولة الى الاحتماء بالمعتمرين في هذه المرحلة الدقيقة هذا مجرد تحليل والله اعلم احداث الصراعات ما بين الأسرة الحاكمة أرسل لي ودي محتاجة حلقة لوحدها أرسل لي أحد الإخوة من السعودية وشاهد شاهد من أهلها إن في اضطرابات وفي تخبطات في القرارات الإدارية ما بين أمراء المناطق إمارة نجد وإمارة القصيم وإمارة طبعا كل إمارة بيمسكها أمير طبعا لأن الأسرة الحاكمه مقسمه البلد على ايه على العيله ولا حول ولا قوه الا بالله ف ان هناك انقسامات وتخبطات اداريه وخلافات ما بين الامراء فهل هذه من التمهيدات للاحداث القادمه عايزين الفتره اللي جايه واحنا داخلين على شهر رمضان طبعا بجانب العباده والصوم وقراءة القرآن والاعتكاف لو في اعتكاف يعني وكل هذه الأمور التعبدية برضو نتابع الأحداث فيما يخص علامات ومقدمات ظهور الإمام المهدي عايزين ما نجيش حاجة على حساب حاجة بارك الله فيكم أيها الأحباب يعني نسألكم دائما صالح الدعاء لا تنسونا من صالح الدعاء بارك الله فيكم كانت هذه محاوله لقراءه الاحداث بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته